حصل خير؟ لا تغلط يا رفيق، إذا العامل البطل يحيى تمسيدي سامحني وعفى عني، فأنا من المستحيل أن أسامح نفسي. يا جماعة، أنا ضميري عم بنق علي ليل نهار، وبأكد لكم أنه ما عم بقدر نام الليل، ولذلك أنا قررت أبدأ استقالتي. طول بالك أستاذ، الشغلة مو محزة أبدا يا أستاذ. وين بدك تستغل قدرتنا أستاذ؟ معقول يا أستاذ؟ لا تكتبنا الأرجوان. رجاء اسمعوني يا جماعة، أنا بعد اللي صار في إصبات أخي البطل يحيى تمسيدي يستحيل أقعد يوم واحد على كرسي المدير العام، لأنه اللي بده يعمل حاله مدير عام ويقعد على هالكرسي ويتأنزع لازم يكون حريص على دماء العمال الشرفاء الأبرار. وإذا كنتوا بتحبوني وبتحترموني لا تحاولوا إطلاقاً تخلوني أتراجع عن قرار استقالتي، لأنه هذا قرار أخير ولا رجعة فيه. أنا جماعتكم هون لحتى وضحكم، وقلتوا كلمة واحدة بس، استنوا ما شفتوا مني. صدقوني يا جماعة أني تأثرت كتير اليوم بموقف المدير العام. كلياتنا تأثرنا، مو بس أنت. إيه أنا لولا شوي كنت رح أبكي وإشهد، خصوصي لما عبطوا ليحيى وطلب منه السماح. معقولة مدير عام عمره بكرة يستقيل مشان هيك سبب صغير؟ السلام عليكم. عليكم مروان. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ الحمد لله. شلون هالمستودع معها؟ زفت، يلعن أبو المستودعات وساعتها إذا ما رح تجيب آخرتي. لا، ليش عم تحكي؟ حيا يا أستاذ نصيح، أنا جاي أقدم استقالتي لحتى ريح ضميري وارتاح من الهم بقى. شو الحكي؟ أنت كمان بدك تقدم استقالتك؟ إي نعم. ليش حبيبي؟ في عامل عندك بالظاهر نجح هيك إصبعته؟ يا ريت يا أستاذ نصيح يا ريت، الموضوع أخطر من هيك بكثير. خير خير إن شاء الله يا مروان، شو صاير معك؟ أستاذ نصيح مثل ما بتعرف نحن من كم يوم خلصنا جرد السنة من تبع المستودع. صحيح، عندي علم بهالشيء. نتيجة الجرد طلع عندي نقص. شو الحكي؟ وإن شاء الله قيمة المواد الناقصة مو كبيرة؟ مو مهم القيمة، المهم المبدأ. النقص نقص حتى لو كان بسمار.